يعلو فوق صوت الدوري الإنجليزي والمتعة والإثارة والحالة اللي الناس كلها عاشتها مبارح. بنتكلم هنا يعني على كل مكان وكل حتة دول العالم كلها، ما بنتكلمش على فكرة هنا كمكان بس محدد، ما بنتكلمش في إنجلترا بس، بنتكلم على العالم كله، بنتكلم في مصر. لما بتتكلم على دوري من أشهر الدوريات اللي ممكن يكون مؤثر بالشكل ده، ومش بس عشان ليه علاقة بنجمنا المصري الدولي محمد صلاح، وإن احنا كنا منتظرين إنه النجم المصري الدولي هو اللي يتوج طبعا ببطولة الدوري الإنجليزي أو البريمير ليج، ولكن علشان أسباب تانية كتير، وهي إن الدوري الإنجليزي ليه متعة خاصة جدا كلنا بنسعد لما بنتفرج عليه ولما بنتابعه. الحقيقة إنه امبارح حصل اللي كنا ما نتوقعهوش كلنا حطينا سيناريوز كتيرة قوي، وقلنا ممكن مثلا أستون فيلا صعب إن هو يكسب مانشستر سيتي، قلنا إن ليفربول هيكون ضغط كبير قوي عليه إن هو يكسب ليفرهامبتون، وليفرهامبتون من الفرق اللي مش سهلة أبدا ليفربول يقدر يتغلب عليه، ولكن حصل ندية وإثارة ومتعة كروية ولكن مرهقة للأعصاب. كانت جولة الحسم في الدوري الإنجليزي والمنافسة ما بين مانشستر سيتي وليفربول على اللقب، مين اللي هيحسم اللقب، اتحسمت في الدقايق الأخيرة بمعنى الكلمة. ريمونتادا يعني لن يتخيلها عقل أبدا عملها مانشستر سيتي، كان مغلوب، بنتكلم إنه فريق يكون مغلوب لحد الدقيقة 70 ولا يعني خلاص قرب نهاية المباراة، لن تتخيل إنه ممكن يرجع، حتى لو عمل كامباك هيرجع بهدف باتنين، لكن بثلاث أهداف صعب. وطبعا بنتكلم كمان على فكرة مين اللي حسم المباراة بالنسبة لهداف الدوري، دي برضو كانت من الحاجات اللي عاملة إثارة طول المباراة. بنتكلم على سا وبنتكلم على محمد صلاح، مش عارفين مين فيهم، بنفتح هنا نشوف هو سا طب أحرز كم هدف، طب هو بيلاعب فريق ممكن يكون أسهل شوية، وكنا متوقعين إن يكون في غزارة تهديفية في المباراة دي، هدفين، طب محمد صلاح ممكن كده خلاص الهداف بيروح منه، يعني الثواني الأخيرة والدقايق الأخيرة خلاص كده محمد صلاح خرج بره المشهد تماما. إيه فجأة محمد صلاح بيرجع ويتعادل مع سا، وطبعا الجايزة بتتقسم ما بينهم هما الاثنين مناصفة ما بينهم على هداف الدوري الإنجليزي. برضو الموضوع ده اتحسم مع نهاية المباراة، إثارة كبيرة وندية ما بين كل الأطراف، منافسة مش بس على لقب البريمير ليج ولكن على المركز الرابع اللي بيأهل لدوري الأبطال. شفنا قد إيه مشاعر كانت متفاوتة ما بين جماهير الفريقين مانشستر سيتي وليفربول حتى خلال المباراة، إزاي على مدار المباراة كلها الجمهور ما بين حالة من الأفراح والأحزان، كان بتجيله لحظات سعادة وأمل في التتويج لحد الدقائق الأخيرة. شفنا كمان احتفالات جماهير مانشستر سيتي، لما تشوف المشهد أكتر من مرة تلاقي نفسك بتعيد على فكرة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لما بيجي قدامك اللحظة اللي اتصفر فيها نهاية المباراة، اللحظة دي لو جبتها بالتصوير البطيء وشفته قد إيه كل الجماهير بتتسحب على أرض الملعب، تحس لا الفيديو ده انت عايز تعيده أكتر مرة وتشوف قد إيه الجمهور يعني فرحة شديدة. وشفنا قد إيه جماهير ليفربول كمان أصرت على إن هي تكون بقى على الصعيد الآخر موجودة مع اللاعبين والبقاء مع اللاعبين في الملعب وتحييتهم على أدائهم خلال الموسم، وإزاي احتفلوا بالألقاب الفردية اللي حققها طبعا محمد صلاح، وكان في تحية خاصة جدا لكل لاعب في الفريق. ودي بصراحة يعني المشاهد المحترمة المشرفة اللي دايما بنقتدي بيها ودايما بنتكلم عليها، لأن هي دي الرياضة وهي دي الروح وهو ده تقدير دايما الجماهير للفريق اللي بيتعب واللي بيجتهد حتى لو ما توجش بالبطولة. طبعا هي مظاهر كتيرة، الدوري الإنجليزي الحقيقة من الدوريات الممتعة مش بس في كرة القدم، كمان دايما بنشوف مظاهر معتادين عليها. يعني يكفي امبارح مثلا ليفربول خسر اللقب ولكن منسوش ان هم يودعوا اوريجي، طبعا واحد من ديفوك اوريجي النجم اللي بيلعب في فريق ليفربول، عملوا له ممر شرفي خلوه يشيل كاس الاتحاد الانجليزي اللي غايبه بقالها فتره كبيره جدا عن ليفربول. يعني ابداوا ان هم لعيبه كمان بداوا ان هم يساعدوه، يفرح ان هو يكون حاسس بقيمته صحيح. حتى وان كان مش لاعب بالقيمه الكبيره جدا ولكن كان ليه بصمات واضحه مع ليفربول. وكنا انا وانت بنتكلم كان على العادات والتقاليد والطقوس الموجوده دايما في الدوري الانجليزي، واللعيبه دايما بتصطحب ولادها وزوجاتهم عشان يكون في ذكريات موجوده في الدوري الانجليزي طبعا. فامور كتيره جدا، الاثاره كمان موجوده في الدوري الانجليزي الحقيقه. يعني زي ما فرح اتكلمت ما كناش بس مركزين في مين هيتوج باللقب، كان في صراع الهداف، كان في كمان المنافسه بشكل كبير جدا على المراكز، الفرق
اللي هتهبط. طبعا كان نورويتش وواتفورد حاسمين يعني وجودهم في الشامبيونشيب الانجليزي، ولكن مع اللحظات الاخيره كنا منتظرين موقف عدد من الفرق. الاسبوع قبل الماضي يعني اتكلمنا ان ايفرتون بدا مع لامبرد يستفيق، فخلاص حسم ان هو يبقى في الدوري الانجليزي، ولكن كانت المنافسه ما بين بيرنلي وليدز، وان كان ناس كتيره جدا حابه فرقه ليدز لان هي فرقه كوره، فرقه ممتعه عكس بيرنلي من الفرق الدفاعيه القويه، ودايما ما فيش اللعيبه المؤثرين بشكل كبير جدا، ومباراتهم دايما بتكون مباريات مش ممتعه كرويا عامه. امور